موجدات لينا الكيكة ديالنا كنقدموها على هذا الشكل وبالصحة والراحة. السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله جيت نصايب معكم كيكه ديال التفاح. لهاد الكيكه ديال التفاح تنحتاجو 3 تفاحات متوسطين، كاس ديال اللبن عامر، كاس ديال الزيت النباتيه، كاس ديال السكر سنيده، وثلاثه الحبات ديال البيض كبار، وراس المعلقه ديال الملحه. كنبداو هنا بسم الله، كناخذ البيض وكنكسروه بيضه بيضه، كنقلبوا. راكم عارفين البنات اللي يكون فاسد ولا هذا، كنقلبوا وحيده بوحيده. ناخذ وحيده بوحيده نقلبوها، وكناخذوا البيض كامل بالاصفر والابيض ديالو. هنا كسرتهم بثلاثه بيهم، وخديت راس المعلقه ديال الملحه، غير راس معلقه صغيره ديال الملحه. بالنسبه للملحه هنا كتواتى مع الحلاوه في الكيكات وفي الطاف، شوف الحلاوي كتجي النسبه ديال الملوحه شويه متوازيه مع الحلاوه، كتجي الحلاوه بنينه. خديت انا هنايا الطراب ولا الخلاط يدوي وخلطت بيض البيض، خلطته مزيان مع الملحه حتى دخلت الملحه مزيان. ومن بعد نضيفوا الزيت، كاس ديال الزيت وكاس ديال اللبن. الا بغيتوا تعوضوه بالحليب ممكن تعوضوه، انا بالنسبه للبن كيجي خفيف، كتجي الكيكه مهويه من الداخل وخفيفه. ونخلطوا هاد العناصر مزيان حتى يندمج. بعد ما ندمجوا لينا العناصر السائله، كنضيفوا الخميره الكيماويه. عندنا هنا ثلاثه الخمارات وجوج كيسان ونصف ديال الدقيق الابيض، عبرت بالكاس ديال العنبه اللي كنعرو بها البنات دائما، خديته وعبرته بطبيعه الحال وغربلته هذا وضعته هنا في الزليفه. كنكب شويه ديال الدقيق ونخلطو، نبقى نخلطو بشويه بشويه على حساب القياس ديال الدقيق اللي عندكم البنات، واش كيشرب ولا كيبقى خفيف. خديت هنا شويه ديال الدقيق، وضفت الخميره، ضفت الخمارات ثلاثه الشخصيات ديال الخميره. ومن بعد ضفت شويه ديال الدقيق اخر وخلطت مزيان، وخلطت حتى حصلت على عجينه خفيفه ديال الكيكه، عادي عجينه الكيك خفيفه. هنا بعد ما خلطنا العجين ديالنا تحصلنا على العجينه اللي بغينا خفيفه على الشكل هذا، وضعتها في المول. خديت انا هذا المول مربع، الا بغيتو تاخذوا المول الدائري يا البنات خذوه على حساب كل وحده واش بغات. خديت انا هذا المول المربع، دهنتو شويه ديال الزيت، وضعت فيه هنا العجين كما كتشوفوا، كنفرقوه شويه بشويه حتى كياخذ الشكل ديالو. نزلو هنايا غير بشويه، كنفرغوا العجين كامل اللي عندنا كيف ما كتشوفوا، راه خفيف. العجينه ديال الكيك باللبن البنات كتجي زوينه وخفيفه وهشيشه. وهنا بالنسبه للتفاح، التفاحات وقطعتهم بشرائح رقيقه وكنستفوهم على هذا الشكل هذا، وحده من فوق وحده، ندوزهم على هذا الشكل هذا حتى تستفهم كاملين. بحال هكذا وحيده مورا وحده. ومكروا ومكر الله.
الله خير الماكرين صدق الله العظيم. من نزل التفاح على هذا الشكل هذا خديت جوج شاصي ديال السكر فانيلا ولا فانيلا غبرة اللي عندكم اللي متواجد عندكم مع جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة ضفتها عليها وخلطتها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. نخلطو مزيان حتى تخلطينا السكر فانيلا مع السكر سنيدة ومن بعد كنرشوا الوجه ديال التفاح من الفوق كنرشوا عليه هذاك السكر. خديت انا شويه ديال الزبيب طلقتو وملي طابت ليا الكيكه خرجتها من الفران درت على داك الزبيب مع شويه ديال اللوز ايفيلي ورجعتها شويه للفران تحمرات وخرجتها.